اهلا وسهلا بيكم طلاب جريد 5، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم مستر فيلو ساينس. هانت يا شباب، هنخلص الكونسبت 2 من يونت 4، والكونسبت كله بيتكلم يا شباب عن باتن او ذا موشن ان ذا سكاي. تعال ناخد كده اول ليسون ونشوف بيتكلم ايه. الليسون الاولاني، الليسون الاولاني بيقول لي ايه؟ وات كوزز ذا سايكل اوف دي اند نايت، يعني ليه بيحصل الدي اند نايت. الحاجه الثانيه في الليسون هنتكلم عنها، هو واي دو ذا سان والبلانيت اند الستار ابير move cross in the sky. تمام؟ يلا بينا نبدأ نشتغل. بص بقى يا شباب، أول حاجة إن الـ Earth rotation causes، يعني الـ Earth لما بتبدأ تلف، إحنا عندنا معلومة information إن الـ Earth rotate or move. تمام؟ فأول حاجة هنقول إيه؟ إن the cycle of day and night، يعني بيحصل الـ day and night cycle بيتكرر. تاني حاجة إن الـ sun والـ planet والـ star appear to move across in the sky. تمام؟ نمبر 3 ان في حاجه اسمها الشادو، الشادو اوف ذا اوبجكت تو موف ثرو اوت ذا داي. اوكي، يبقى انا عندي حاجه مهمه جدا، عشان الايرث روتيشن بيحصل 3 فينومينا. اول حاجه ان السايكل اوف داي اند نايت، نمبر 2 ان السن والبلانيت والستار ابير تو موف ان ذا سكاي، نمبر 3 ان الشادو اوف ذا اوبجكت تو موف ثرو اوت ذا داي، ان الشادو بتاع الاوبجكت بيتحرك. اوكي، نكمل. بصوا يا شباب، هنبدا نفهم الدي اند نايت. اول حاجه خلي بالكم من البيكتشر اللي قدامكم دي. نمبر 1 ان الايرث سباينز او روتيتس اول ذا تايم، يعني الايرث عماله تتحرك في كل الوقت يا شباب. حاجه بقى ثانيه، وي كان نوت فيل ذا ايرث سباين، احنا يا شباب مش بنحس بحركه الايرث. ماشي، بات وي نو ذات فروم ذا ريجولر باترن اوف دي اند نايت، احنا مش بنحس بالحركه بتاعت الايرث، لكن يا شباب بنعرف ان الارث اتحركت عن طريق ايه؟ الدي اند نايت. بصوا ان الفينومينا اوف ريجولار باترن ان دي اند نايت هابن، يعني الدي والدي نايت بيحصل ان هو بيتكرر بطريقه منتظمه دي تو ذا ايرث روتيشن اون اتس اكسس. يعني ايه الكلام ده؟ بص المنظر بتاع الايرث، ادي الايرث وي كان ليف اون ايرث، احنا عايشين على الايرث. بيحصل ان في حاجه اسمها اكس اوف ذا ايرث، ان الاكس ده يا شباب اللي هو ده كده اهو اللي هو شايفينه اهو، ان الايرث روتيت اراوند هيز اكسس، فبالتالي بيحصل فينومينا اسمها ريجولار باترن اوف داي اند نايت. اوكي، نكمل. منظر جميل قوي صح؟ بص كده، ان الايرث تيك اول داي، خلي بالكم اول داي يعني 24 اور تو ميك وان كومبليت تيرن اون هيز اكسس. يعني ايه الكلام ده؟ ان الايرث روتيت اراوند هيز اكسس، عشان تعمل لفه واحده بتاخد كام يا شباب؟ 24 hour أو all day. اوكي، بص بقى الحاجه بقى الثانيه، during the earth rotation. بص بقى، انا عندي المنظر ده كده، ادي البيكتشر بتاعت الايرث، وفي تو هافز. الجزء يا شباب اللي هيكون فيس للسن، الجزء ده هيبقى منور فبنقول عليه ايه؟ day، نهار. and the other half of the earth faces away from the sun and it doesn't receive any light of the sun, so this part has night. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا يا شباب، الايرث عندها تو هافز، الجزء او الهاف اللي شاف السن يبقى ده دي منور، تمام؟ والذا اذر هاف اللي هو مش شايف السن، يعني don't receive any light from the sun، هيكون عنده ايه؟ نايت. يبقى دي دي ودي نايت. اوكي، تمام. بصوا، الروتيشن اوف ذا ايرث كوزز، بيحصل ايه بقى؟ خلي بالكم دي مهمه قوي. ريجولار باترن اوف داي اند نايت، يعني التكرار بتاع الدي اند نايت، داي نايت نايت داي داي نايت وهكذا. الحاجه الثانيه appearance of the sun as it is moving across in the sky، ان بيبان ان احنا بنشوف الشمس بتتحرك فين؟ in the sky. اوكي، تعالوا كده نكمل الايرث اكسس. ايه الديفينيشن بتاع الايرث اكسس؟ قال لك الديفينيشن it is an imaginary line pass through the north pole and the south pole of the earth، يعني ده خط وهمي يا شباب بيعدي على النورث بول اند ساوث بول، يعني ده مش موجود في الحقيقه. الساينتست عملوه عشان ايه؟ نقدر نفهم يعني ايه روتيت اراوند هيز اكسس. اوكي، نكمل. طيب، what do you already about a pattern motion in the sky؟ تعال بقى لو احنا فهمنا، تعال نبدا نفهم نشوف اكتر انفورميشن على الجزئيه دي. بيقول لك ايه؟ when the earth rotates on its axis، لما الايرث بتلف حوالين الاكس بتاعها،
cause the sun والمون and the star seem to rise in the east and travel across the sky then set in the west. يعني ايه الكلام ده؟ عشان الايرث بتلف حوالين نفسها او around its axis هتلاقوا ايه يا شباب؟ ان الصن والمون and the star seem to rise بتشرق منين؟ من the east and travel وتبدا ماشيه لغايه ما توصل فين؟ set in the west. تمام؟ اللي هي تغرب فين؟ في الغروب. اوكي؟ طيب where is the sun in the sky؟ يا ترى الصن موجوده فين in the sky؟ احنا عارفين ان الصن appear to change بتغير الدايركشن in the sky during the day. يعني انت مش بتشوف الصن في مكان واحد صح طول اليوم. ليه يا شباب؟ خلي بالكم when you facing the north direction of the earth يبقى the stretch your arm you will see that. لو انا بصيت للشمس وكنت واقف ناحيه الشمال هشوف اللي انا اقول لكم عليه. بصوا ايه اللي يحصل بقى in the morning الصبح بدري هلاقي ان الصن would be to your right يعني ناحيه ايه يا شباب؟ ناحيه الايست raising in the sky يعني الشمس بتشرق وهتكون ناحيه مين يا شباب؟ ناحيه الرايت. اوكي؟ يعني انا كده لو انا باصص كده يا شباب خليكم معايا كده باصص كده للصن ويعني ده ايه؟ النورث هتبدا الصن ناحيه مين؟ الرايت. اوكي؟ after at lunch sorry يعني الساعه 12 الظهر 12 هتبدا تلاقي تشوف الصن would be above you and center of the sky. يعني لو انا واقف في نواه يا شباب هلاقي الصن ايه؟ above you يعني فوقيك بالظبط. الكلام ده فين؟ at night. طيب in late afternoon بعد الظهر هلاقي الصن موجوده فين؟ هلاقي الصن موجوده ناحيه اللف. ليه؟ عشان هي يا شباب بيحصل لها ايه؟ set بتغرب وهتبان ناحيه ايه؟ اللف. امتى يا شباب؟ afternoon. يبقى انا عندي in the morning هذه ناحيه اليمين بتاعي الرايت بعد كده at night above وبعد كده ناحيه الافترنون هتكون موجوده فين؟ الليفت. اوكي؟ نكمل. خلي بالك من حاجه مهمه جدا 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 بيقول لي ايه؟ if you change your direction facing the north or south يبقى الصن always rises in the east and sets in the west. يعني ايه الكلام ده؟ مهما تغير الدايركشن بتاعك والبوزيشن الشمس هتشرق منين يا شباب؟ from ايه؟ from east. الشمس مش هتتغير لكن انا لو غيرت البوزيشن بتاعي والدايركشن لكن الصن raises in the east sorry and set in the west. تمام؟ يعني انا هنا في ايجيبت لو سافرت اي بلد ثانيه هيحصل نفس الكلام. اوكي؟ هيحصل ايه؟ ان الصن will be raises our right in the east and set in the west. اوكي؟ تمام نكمل. لازم اخلي بالي من حاجه مهمه جدا وافرق بين حاجه اسمها روتيشن وحاجه اسمها ريفوليوشن. روتيشن it is spin of an object around its axis يعني حاجه بتلف حول نفسها. اوكي؟ الاكزامبل بتاع مين؟ الايرث روتيت اون its axis. اوكي؟ لكن الريفوليوشن عباره عن ايه؟ ان it is the orbiting of an object around another object يعني في جسم هيلف حوالين جسم تاني. الاكزامبل بتاع مين؟ Earth revolve around mean the sun in an orbit. يبقى لازم افرق بين حاجه اسمها روتيشن حاجه اسمها ريفوليوشن. اوكي يا شباب نكمل. ده كده الليسن سهل وبسيط. تعالوا بقى نبدا ايه نحل مع بعض. لو احنا فهمنا الليسن يبقى الاسئله كمان بتاعتنا سهله. choose the correct answer. number 1 ان the sun appear as it move in the sky due to revolution of the sun around the earth ولا revolution in earth around the sun ولا revolution in moon around the earth ولا rotation of the earth around its axis. ها تمام excellent rotation of the earth on its axis. number 2 the earth's axis is imaginary line that passes through a two pole of the earth ولا the center of the moon or center of the moon ولا the center of the solar system ولا center of the sun. ها الاجابه ايه يا شباب؟ تمام excellent. اللي بيعدي اللاين ده او الاكس ده بيعدي على مين؟ على two pool of a of earth. تمام نكمل. which of the following senses describes the earth's axis correct يعني انهي من الجمل دي هتبدا تشرح الايه الايرث اكسس. number 1 it is the real line passes through earth two pool يعني هو خط حقيقي. it is imaginary line divided the earth into unequal parts ولا imaginary line that pass through the earth two pool.
طبعا هي دي الاجابه الصح اللي احنا يا مستر اتيز الميجرمنت لاين بيعدي على مين؟ على التوبولز. اوكي نكمل. نمبر 4 ان ذا سان ابير از ات موفز فروم نقط تو نقط. يعني السان هتبان لنا انها بتتحرك منين؟ ساوث نورث ولا ايست تو ويست ولا ويست تو ايست ولا نورث تو ساوث؟ طبعا الاجابه الادق يا شباب تمام اللي هي الايست تو ويست. اكسلنت. If you travel from your country to another, احنا هنسافر من بلدنا ونروح بلد تاني. The sun, خلي بالنا, rays in the west and set in the east, تمام؟ ولا rays in the south and set in the north, ولا rays in the east and set in the west, ولا rays in the north and set in the south. الإجابة تبقى يا شباب تمام. Excellent. Rays in the east and set in the west, يعني بتشرق من الشروق تمام؟ وبتغرب فين؟ من الغرب. اوكي تمام. الميدل اوف داي اللي هو ات نايت يعني الشمس هتكون فين بقى يا شباب؟ وي كان سي سن اوف ذا سكاي ليفت سايد ولا رايت سايد ولا ابوف ان ذا سنتر اوف ذا سكاي ولا ذا ويست دايركشن اوف ذا سكاي. طبعا ات نايت يعني في نص اليوم يبقى الشمس موجوده فين؟ ابوف ان ذا سنتر. اوكي نكمل. نمبر 7 الداي اند نايت فينومينا occur due to the rotation of Earth around the sun, its axis, the moon, ولا the solar system. طبعا الإجابة تبقى يا شباب axis. Excellent. Number 8. The Earth rotate around itself once every. يعني الإيرث هتلف حوالين الأكس بتاعها كل قد إيه؟ 24 hour ولا 365 days ولا 365 hours ولا 24 days. تمام. Excellent. 24 hours. The sun appear in not during early morning in the morning east west north south. طبعا الإجابة تبقى يا شباب تمام east. برافو. Number 10 when a half of the earth faces the sun so it has not and the other half has a. خلي بالك هنا بيقول لي النص الاولاني شايف الصن يبقى عنده ايه day ولا day ولا night to day ولا day to night ولا night to night. طبعا الجزء اللي شايف الصن يبقى عنده ايه day والاذر هاف طبعا مش شايف الصن يبقى عنده ايه؟ 9. يلا بينا كمل يا شباب. Question 2 write scientific term. The phenomena that occur due to the rotation of the earth on its axis. ها تمام. Excellent. Day and night. Number 2 an imaginary line that pass through the two poles of the earth. Any line ده يا شباب؟ تمام. Earth axis. Excellent. Number 3 spinning of the earth on its axis. هنسميها ايه يا شباب؟ Earth rotation. خلي بالكم دي قوي تمام. Number 4 the orbiting of the earth around the sun. The orbiting of the earth around the sun طبعا يبقى الـ earth revolution. اوكي نكمل. Number 5 the phenomenon that occur when half of the earth is the facing the sun. Is the facing the sun تبقى مين؟ تمام الداي. Excellent. نكمل. Question جديد put right or wrong. Number 1 The Earth revolves around the Sun once every 24. ها الجملة دي تبقى إيه؟ طبعًا wrong. إن مستر إيه اللي بيحصل؟ إن الـ Earth revolves around the Sun مش around the Sun، ده around his إيه؟ axis. Excellent. Number 2 The Earth's axis is the real line but through Earth's pole. الجملة دي إيه؟ wrong. False. ليه؟ عشان ده مش real number. أوكي؟ مش real إيه؟ line. Number 3 At the beginning of the day. في بداية اليوم السن appear in west direction يعني الشمس موجودة ناحية الغرب اللي جابها طبعا ايه false. Number 4 if you change your direction on the air surface السن will raise from the east. طبعا اللي جابها تبقى ايه false برضه تمام. Number 5 the spinning of the earth on its axis called revolution. لما ال earth تلف حوالين الاكس بتاعها بنسميها revolution. طبعا اللي جابها تبقى ايه wrong. برافو. Number 6 most of the stars don't appear moving in the sky. ها الاجابه ايه؟ طبعا ايه؟ false. تمام. اوكي. Number 7 the movement of the shadow is due to movement of the earth around the sun. يعني الشادو ده اللي بيتحرك عشان الايرث بتلف عن الصن. الاجابه ايه؟ false. Number 8 all parts of the earth receive sunlight at the same time. الإجابة إيه يا شباب؟ طبعا فورس. مش كل حتة في الأرث بتشوف الصن في نفس الوقت. أوكي؟ نمبر 9 The regular pattern of day and night
occurs due to the rotation of the earth around the sun. الإجابة إيه؟ false طبعا. تمام. excellent. number 10. the sun rises in the east and sets in the west. الإجابة إيه؟ true. برافو يا شباب. okay. in early morning the sun won't be above you in the center of the sky. يعني في الصبح بدري الشمس بفوقك. طبعا الإجابة تبقى إيه؟ false. excellent. number 12. the sun appear in the same place in the sky all the time. يعني انت بتشوف الشمس في كل اليوم في مكان واحد. طبعا الإجابة ايه؟ false. excellent. تمام. نكمل. give reason. number 1. occurrence of day and night. ليه؟ هقول بالراحة كده. due to rotation of the earth on its axis. بكل بساطة. number 2. half earth appear dark at night. يعني بيقول لك ليه النص بتاع الارض ده بيكون ضلمه بالليل؟ هقول because it doesn't receive the sunlight. عشان مش بيستقبل sunlight. يبقى لازم يكون ايه؟ dark. excellent. number 3. the sun appear as it move across in the sky. يعني ليه السن انا بشوفها بتتحرك in the sky؟ الاجابه due to rotation of the earth on its axis. نفس اجابه كام؟ نفس اجابه ايه؟ 1. تمام؟ نكمل. what happened؟ الـ Earth doesn't rotate in its axis. يعني تخيل كده لو الـ Earth ما لفتش حوالين الـ axis بتاعها يبقى phenomena بتاعت الـ day والـ night will not be happen. مش هتحصل. يبقى عندناش ليل ولا نهار. اوكي؟ نمبر 2. half of the Earth face the sun. اللي يحصل؟ تمام. إن الـ half ده هيكون إيه؟ day. excellent. تمام؟ نمبر 3. the earth complete it is spinning on its axis 12 hour only. يعني تخيل كده لو الايرث تعمل اللفه بتاعتها تاخد 12 hour ايه اللي يحصل؟ تمام. ان الدي والنايت فينومنا هابن برضو هي مش هتفرق معانا بس هتلاقوا ان الوقت بتاع الدي والنايت هيكون ايه؟ قليل. تمام؟ اوكي يا شباب احنا كده خلصنا الليسن الاولاني. لو عندك اي كويستشن او اي كومنت اكتب لي وانا هرد عليك على طول.